صفينا سيارتنا هناك وهسه رايحين. وهنا البوابة للاحتفال قالوا لنا بعد 2 مايلز راح نمشي ندخل داخل، بس هاي الدخلة لازم تكون منا. ثانك يو. هاي دخلنا. واهلا بكم بفيديو جديد. وين اليوم موجودين؟ ديترويت. في ديترويت، المدينة ديترويت، واليوم مسوين مهرجان او الفستيفال لفصل الخريف. راح نوريكم ديترويت من عدستنا. جاهزين؟ يلا. خليكم معنا. لحظة، اذا جاهزين سووا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا هذا الفيديو شاركوا هذا الفيديو ويا اصحابكم، ويلا خلينا نوريكم وحتى تشوفون ايش قد تحكي. للي ما ماكو ما تعطي مجال. لا حبيبي. يلا حبايبي. يلا تعال. يلا حبايبنا خليكم معنا. ناكل اكل. شوفي. شنو؟ يس. وهناك على طول الشارع هذا مسوينا الاحتفال، وهنا اماكن شنو؟ الاغاني. اماكن الاغاني ستيشن العزف. وشوفوا الاطفال وهاي لابسين كلهم الهالوين، احنا اولادنا ما قبلوا يلبسون. هنا حاطين شلون اكتيفيتيز العاب كلش حلوه للاطفال على طول هذا الطريق. طبعا هذا من اكبر المهرجانات في مدينه ديترويت ميشيغان. على طول هذا الطريق كله اكل. هنا ستيشن كاندي يوزعون للأطفال على مود تريك تريت مالت هالوين. بلشوا هناك الموسيقى، ناطرين أيان ويزن يجون من النار راح ويجيبون الكاندي. شوكي هسه اكو واحد ثاني وهنا يطبخون ما اعرف شنو، بس الحركة تشهي هناك. سيارة سباق كاتبين دو نوت تاتش. هنا تاخذون سبراي وتقدرون تسوون سبراي ترسمون على الحائط. طبعا الاولاد ما سووا لانه خلصوا وقت ما اجينا، قالوا خلصوا وصار فول الحائط. وهسه هنا كل مكان اكو تريك تري فيروحون ويجيبون كاندي. سو الحلو انه يعطونهم باق اذا ما عندهم ويحطون الكاندي، لان وين ما تروحون لازم شو يسوون؟ يجمعون بالكاندي. الله يستر بالبيت. ها احنا ما نشتري كاندي، هو يجيبوا الكاندي. كاندي الهالوين. He even got more candy. This is for you. يلا خلي الكاندي هنا. ها نو خليها هنا. Because we need to put more and more. They don't gonna give you if you know you put it here. Yeah. I have to see your candy. شي قنع أرسلان هسة. Like that doesn't melt. قاعد يفكر يعني خاف لا يأخذونها من عندي بعد ما يرجعونها. شوف اقتنع هسة الحمد لله. يلا. مرة العاشرة هم كاندي. الحلو بعد شوف حاطين هنا كاندي بالنص، واللي يريد ياخذ خلصوها بسرعة. أنا راح آخر شيء وفاضي ما أخذ زعلان. شوفوا يقولوا وين؟ سو كيوت. أيان عطاه وحدة. سو هنا اجينا القسم الكلش حلو، ياخذون بامكن ويرسمون عليها. كلش حلو. هنا شوفوا بامكن باتش، ياخذون البامكن ويرسمون عليها. ياخذون وان بامكن. كلش حلو. شو ايان اخترت اي وحده؟ واو اتس بيج جود. راح تروح ترسم عليها؟ يلا هنشوف. ارسلاني خلاص اخترت. جود اي لايك ات. برافو. صراحه كلش حبيت هذا السكشن انهم يختارون، فاحنا راح ناخذهم بس ما راح نسوي عليهم رسم. بعدين شوفوا هناك يقعدون الاولاد ويرسمون او انه يسوون كيرف بيها. Here we go.
مسكنا أيان جاي وقاعد يرسم. واو أيان خبر. I like it. شوفوا أياني عندنا ما شاء الله هو اللي بالبيت الرسام. هنا عندنا أرسلان شنو خلى؟ خلى لها عيون وخشم. برافو أرسلان I like it. أياني خلينا نشوف. واو برافو. هاي الناس كلها هنا. شوف يزن شو راح يسوي. نوري مالتك البابا. يلا وين بابا وين بابا؟ دير بابا جو. حياتي شوف شنو سوى. شوف شنو سوى. شو هم على طول شارع المهرجان كله اكثر شيء هنا اكل اكو. وهم يجيبون طبعا. كان أرسلاني قاعد هنا ما نعرف شلون نطوا وشفناه هناك شاف اكو شغله بيها كاندي صار يركض. Let's go ايا. شوفوا الرسومات هنا شلون حلوه. موبل هم هنا مشتركين. عارف صوتي اذا طالعوا الى هنا ستيشن يقرون الكف لكم شوفوا ويقول لكم شنو الطالع مالتكم بالمستقبل. يوم انا ما احب هاي الشغلات. مجانا يجون الأطفال يسوون أعمال يدوية يرسمون مجانية. هسه طالعين من الكرنفال أو المهرجان ديترويت ورايحين راح نوريكم الداون تاون مال ديترويت. يلا تعالوا. طبعا الاولاد ناموا بالسياره واحنا بدل ما نروح للكورنيش نروح لكم ان شاء الله مره ثانيه. اجينا هنا على تيل تاكو راح نطلب من عندهم شريم تاكو وايد نحبها اللي هي الروبيان. ها شنو وياي؟ اي صار لي ساعه اصور. اي كنت نايم قاعدين. صار لي قاعده اشرح لهم وهاي وانت لا هي ضبط شعرك. انت حسب علي الخبيره مالت التاكوز. اي قل لهم بعد شنو؟ نختم بفلوج؟ اوكي حبايبنا انا والختم كله سريع. ايه يلا ورينا بالله شو راح تختم بفلوج. لا تنسون متابعتنا. اوكي حبايبنا جينا لنهاية نختم الفلوج ولا تنسون مشاركة هذا الفيديو يا احبابكم واصحابكم وتحطون لايك تشتركون بالقناة. قالت عزوز والنسر واحنا جوعانين ناطرين التاكوز هسه. انا طبعا من جوع ما اقدر افكر. مي تو مي تو ذاتس واي. يلا انت خب من جوعين تريدين تاكلين واحد من عندنا تضلين دردمين عجوز وماكلين عشاها. ياكل اكل اكل ايش بيه صبر هسه.